طيب، استعراض مباريات اليوم النهاردة في مباراة مؤجلة من الجولة 28 في الدوري العام. النهاردة البنك الأهلي على استاد القاهرة الدولة هيستضيف نادي الإسماعيلي الساعة 8 مساء في ختام مباريات هذه الجولة. المباراة كانت المفروض تتلعب في بداية هذا الأسبوع ولكن أجلت بسبب طبعا يعني عدد من المباريات الأخرى للإسماعيلي، فبالتالي هتتلعب النهاردة الساعة 8 مساء. كأس مصر ومباراة مؤجلة أيضا في الدور الـ 32 هتتلعب الساعة 6 ما بين بيراميدز وفريق رايا. طيب، دوري أبطال أوروبا والمباراة القوية والمثيرة والعالم كله بينتظرها، لقاء العودة اليوم على ملعب مانشستر سيتي. مانشستر سيتي بيستضيف في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة فريق ريال مدريد. لقاء الذهاب انتهى في سانتياغو برنابيو بالتعادل الإيجابي 1-1، وبالتالي مباراة النهاردة هتبقى مباراة مثيرة جدا. أنا بعتبرها على المستوى الشخصي ده نهائي مبكر لدوري أبطال أوروبا، بغض النظر عن فكرة تأهل إنتر ميلان للنهائي وهتواجه أي من الفريقين، لكن السيتي والريال لا، مباراة حامية الوطيس زي ما بنطلق عليها دايما في لغة الإعلام والصحافة.